انت ما دخلك اخر هيك في حساب تصفي بيني وبينه. بس كم اخرت تكون جريت على حالك. لك انا بحجر ولك ايش لي بهوي؟ ايش لي بهوي بشواربك؟ هلا ماني فاضي لك حسابك بعدين. واقف لك واطير. عمي بوضح شهر ابن عمي لحالي بده يذبحني. انت واطي وضح امور يا عمي بوضح. هذا انتو؟ ايه هذا نحن تحسين بحمايتي شاهير. امرك مختار. تحسين شو في بينك وبين شاهير؟ الله وكيلك يا مختار ما في شيء، نفس القصه القديمه. يلا روح حال سبيله. اوعك عيني تلمحك بالحاره. امرك مختار امرك. خلص خالي، الزلمة كفانا خير وشر. ايه مختار، بس هذا وسخ سمعة العيلة. سمعة عيلتكم ما حدا بيطلع له يوسخها شاهير. شو جاي مشي؟ لا تارك فرسي بين الشجرات. يا بي رضاي عليك، خود الفرس وجيب له خيله لشاهير. تؤمر يا بي. داعي بالشوم عليكم. لك بشرفكم مو خجلانين من حالكم؟ يا حيف على هيك رجال. إلو هو صاحب المشكلة؟ لما شافني على عد من عمو راح تخبى ورا الشجرة. لا تغلط أبو حجار، أنا أبشرار لا بهرب ولا بتخبى، بس شوفت عينك جرحي لساته تازة والشبرية وقعت من إيدي. تضرب منك إلو. سلام. وين معلم شاهير؟ ما كملت الشاي تبعك؟ عندي شغل عم يرزقني. سلام عليك. مع السلامة. عوضين معلم شاهير. الله معك. لك بالعادي انت بتطلع من القهوة اذا شفت شاهير قاعد. هالمرة هو طلع لما شافك فايت. شو عدم بدا يا ترى؟ هذا مطموز مني. اوف ليش شو صاير بيناتكم هون؟ صاير شيء جديد؟ ايه. شو صاير؟ الحكي بسرك قفشته قفشة حياته كلها. وشلون قفشته؟ هذا يا سيدي باعت امه بكل عين قوية الا تخطب بنت من بناتي. شاهير؟ ايه. والله كتير منيح هيك بتصفر القلوب وبصير بيناتكم مصاهرة وصيرة رحم. لك شو عم تحكي يا ابو زهدي؟ بعد كل اللي عملوه فيني بدك ياني صاهرون؟ ما فشلوا؟ لا يا بخير وهي مالك حق فيها منوب، رح ازعل منك. شلون بدك ياني صاهرون بعد كل اللي عملوه فيني يا ابو زهدي؟ لك يا ابو خيرو، الجماعة مدوا ايدهم للصلح اكثر من مرة وانت لساته قلبك معبى منهم. وصدقني ومالك يمين علي، لو انهم معتدين عليك او مآذينك ما كنت قلت لهم مرحبا. الجماعة ما بدهم يبيعوا البيت وانت بتعرفهم ما بيحبوا يبيعوا شيء من أملاكهم وهذا حقهم. أخي بالنسبة لي الشغلة شغلة مبدأ. طيب شو مبدأ؟ ما مبدأ الدنيا فانية وما حدا بياخذ معه شيء. هلأ رح تشيلنا من سيرتهم ولا امشي؟ لا جبنا شاي تيسير. على رأسي معلم. جيناكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا جار.